فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وسبب هذا الفضل والله أعلم ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح. وسبب تفضيل العرب على غيرهم ليس لمجرد نسبهم وعرقهم، وإنما لما يمتازون به من الصفات الحميدة التي لا تجحد ولا تنكر. العرب لهم صفات حميدة من الكرم والجود وحفظ الأنساب والأمانة وغير ذلك، وإن كان في بعضهم خيانات وفي بعضهم، لكن النظر للجملة، جملة العرب، لا شك أن لهم مزايا، ولي أيضا فصاحة لغتهم وبيانها. نعم. قال: والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وتمام وله تمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. ولا شك أن العلم له مزية، قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم له فضيلة وله مزية، والله جل وعلا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين هم لا يعلمون. ولا شك أن أصل هذا العلم إنما هو في العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم والنبي صلى الله عليه وسلم منهم، فهم أجدر الناس بحمله وتبليغه وأن ينالوا فضله على غيرهم. نعم. قال: والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة، ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني جمعا وفرقا، يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الجمع، ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر، كما تجده من لغتهم في جنس الحيوان مثلا، فهم مثلا يعبرون عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة، ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل أمر من أموره من الأصوات والأولاد والمساكن والأطفال إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا يستراب فيها. مما امتازوا به العرب دقة الفهم وسرعة الذاكرة والفطنة، وهذا شيء معروف كما هو في أشعارهم وفي خطبهم وفي مروياتهم. فإذا نظرت إلى ما خلفوه من الآداب والثروة اللغوية والثروة الأدبية بعد ما أخلفوها أيضا من حفظ الأحاديث وتدوين السنة والعناية بها وحملها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم حملوها أولا بذاكرتهم وحفظهم، ثم دونوها بعد ذلك ومحصوها وحافظوا عليها. هذا مما يدل على فضل العرب وذكائهم وفطنتهم. ثم إن لغتهم أيضا أفصح اللغات وأوسع اللغات، وإذا قرأت في معاجم اللغة ودواوين اللغة رأيت العجب العجاب لهذه اللغة العربية مما لا تجده في لغات العالم الأخرى. نعم. قال: وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق، وهي الغرائز المخلوقة في النفوس، وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم، فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة. ومن الذي بلغ هذا الدين وحمله وجاهد في سبيله حتى نشره في المشارق والمغارب إلا العرب الذين آمنوا به بصدق وحملوه وبلغوه؟ من الذي علم الأعاجم وكون منهم الأئمة الكبار والفحول في الحفظ والعلم إلا أنهم تلاميذ العرب، تتلمذوا على العرب؟ فهذا يدل على سبق العرب ومكانة العرب بلا شك في هذا.